السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، وتلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. ومرحبا بكم معايا في قناه عالم ماما حليمه. واليوم جيت وما جيتش دي خاويه، جبت لكم وصفه اللي زوينه صحيه خفيفه، ما كتطلبش منكم وقت بزاف في التحضير، تقدروا تقدموها في العشاء. جبت لكم شوربه ديال الخضر وفواكه البحر، كتجي واعره، خصكم تجربوها وتردوا عليا. وداكشي باش ما غاديش نطول عليكم، وغادي ندوز معاكم النيشه، المقادير والطريقه ديال التحضير. على بركه الله، في طنجره غادي ديروا شويه ديال اللوبيا خضراء اللي غادي تقطعوها طريفات صغار، غادي تزيدوا عليها جوج مطيشات اللي محكوكين مزيان، غادي تزيدوا عليها جوج خيزويات اللي تاهما محكوكين. من بعد غادي تزيدوا الكرافس، شويه ديال الدجاج. من بعد غادي تزيدوا لي شو اللي تاهو محكوك مزيان في الحكاكه، غادي تزيدوا البصله وشويه ديال البر، وما نساوش جوج معالق كبار ديال الزيت ومعلقه كبيره ديال الزبده. ومن بعد غادي تزيدوا اللفت، واخر حاجه غادي تخليوها هي البطاطا والقرعه، على وداش كيطيبوا دغيا، وما كيطلبوش منكم وقت بزاف باش انهم كيطيبوا. داكشي باش غادي تخلطوا هاد المكونات كلها مع بعضياتها، غادي كتخليوها كطيب واحد شويه، وعاد من بعد غادي تزيدوا البطاطا والقرعه خضراء. دابا غادي تزيدوا الماء اللي كتكونوا غليتوه قبل، غادي تزيدوا الماء حتى كتغطى لكم الخضره كامله، وكتخليوا لاسوب ديالكم كطيب. وهنايا غادي نخلي لاسوب ديالي كطيب ونتلقاو من بعد. من بعد فاش كتغلي لينا لاسوب، كنزيدو عليهم القرعه خضراء وكنزيدو البطاطا. كما كتشوفوا هنايا زدت القرعه خضراء، ودابا غادي نزيد البطاطا اللي حتى هما كيكونوا محكوكين، وغادي نخلطوا كاع المكونات مع بعضياتها. ندوزو للعطريه، غادي تحتاجوا شويه ديال الابزار، معلقة صغيرة ديال الملحة، وسكينجبير. من بعد غادي تزيدوا جوج معالق كبار ديال صلصة الطماطم، ودابا من بعد ما طابت لينا البطاطا وطابت لينا القرعه، غادي نزيدو كروفيت. ودابا غادي ندور الشوربه ديالنا بشويه ديال الطحين وشويه ديال الماء، غير شويه ماشي بزاف، ما تخليوهاش تعقد لكم بزاف، غير شويه. وبقاو ضيفوا الطحين غير بشويه بشويه، ما تضيفوهش كله دفعه واحده، غتبقاو كتضيفوا وكتبقاو كتحركوا مزيان باش ما كيتجمعش لكم الطحين.
واخر حاجه دابا غادي نزيدوها هي فيرميسيل ديال الروز وصافي غادي نخليوها كطيب وبصحه وراحه وهي لا سوب ديالنا وجدات. كما كتشوفوا ها هي لا سوب ديالي وجدات كنرافقها مع هاد الخبيزات هادو ديال الزرع اللي كنقطعوهم طريفات وكندير فوق منهم شويه ديال الزيت البلديه شويه ديال الثوم وشويه ديال الزعتر وكندخلوهم الفران حتى كيتقرمشوا مزيان كيجيو بنان. ودابا ها هي لا سوب. دابا علاش داير هاد الفيلم كامل؟ صراحه كتجي زوينه بزاف. شوفوا معايا كيفاش كتجي، كتجي بنينه 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 بنينه. خصكم تجربوها وتردوا عليا كيفاش جاتكم. وكيف ما كنقول لكم الا عجبتكم هاد الوصفه ما تبخلوش عليا بجام كومونتير وتابوناو للقناه باش يوصلكم جميع الوصفات ديالي. وما عليا انا دابا غير نقول لكم بصحه والراحه، نتلاقاو فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله. تهلاو فراسكم، بسلامه.